الناس يلا فايقة على الصباح غدا الخدمة. عرفتي واحد اللي جاو يشوف الضبابة الضبابة صباحا فايق من الصباح ما شاء الله. مهند كتشوف قدامك ولا ما كتشوفش؟ صباح الخير. صباح الخير. ذكرتيني كبور شايفيه. صباح الخير. صباح الخير يا حاج. شوفي شوفي. الملمة. صباح الخير العائلة كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ نتمنى تكونوا بأحسن الأحوال. شي يلا باقا الصباح باقا مقلوبة. شوف واحد الجو زوين وكنسمعوا داك الصوت ديال داك الصوت اللي كيكون في الصباح ديال البوم. ديال شو؟ ديال البوم هذاك. البوم؟ البوم. عندي موعد إن شاء الله اليوم مع الطبيب. كنت البارح مشيت لعند الدكتور. مرات كنقول لكم كتجيني واحد الدوخه واحد السخفه كنكون في الكوزينه والله الا تبي كيبانوا لي النجوم نجوم نجوم كيبانوا لي. انت قلتي لي ايش البارح؟ كنقول لك كنشوف النجوم كنجيني الدوخه والسخفه. مشيت البارح قال لي راه خاصك دير واحد التحاليل شي يمكن شي 6 تحاليل عطانا ما درتهمش البارح. قال لي سيري تجي صايمه خاصك تجي صايمه باش دير هذيك التحاليل. ما عرفت غندير يمكن فحص نسبة ديال ياك ديال السكر وديال الحديد وديال الدم وما عرفتش شي حاجه. المهم شي تخربيقات انا ما كنعرفهمش. يلا غادي اليوم ان شاء الله العياده باش نديرهم. ازواجا وذريه وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله. حيت هنا غنطولو قال لنا خاصنا واحد 3 السوايع اقل حاجه 3 السوايع. دار لي التحاليل ديال الدم وعطاني هذا ما عرفتش شنو هو بحال العصير قال لي شربيه ومن بعد ساعه ان شاء الله غيعاود يدير لي تحاليل الدم واحد اخر وعاود ثاني من بعد ساعه يعاود يدير يعاود يدير لي التحاليل. ما عرفتش التحاليل ديالاش ديال السكر ديال السكر قال لك ديال السكر. طيب انت وليتي طبيب. يلا خلينا نشرب العصير. دوكي هذا ركيب كيف ما يعجبك شربي عليك ما يدع على الصباح حشاك مكرط ودابا مازال فيا الرده وما قداش نشرب هذا خفت نشرب الرده. لازم تشربي هذا لازم تشربي ما بعرف شو شكله في شي ماده ولا شي تبين عشان سكر ولا كيف ياك العصير فك نشوف فيه دقه جاي الدكتور قال لي خاص تشربي بخمسه دقائق. لا 10 دقائق قال لي الاول 5 دقائق ملي كنتي خارج وانا رجع انا ما قديتيش تشربي 5 دقائق تشربي 10 دقائق كي يلا غنرد هذا العصير هذا فيه سكر كثير. ما كملته ما قدرت تكمله الا بس تشربي عيري ساعه هاي اخذت معاها ساعه وهي عم تشربها قال الدكتور خلاص ما قدرت نشرب. ما عرفتي حيت انا كنت في الدار شافني ديت الرد حشاكم عاد جيت انا عاوتاني باغا نرد بلي الا رديتي راه ما غاديش تستافدي من التحليل. هلا كل العالم هيك كل الحريمين هيك سووا التحليل هذا ولا شو؟ وشوية انا نقول لي والله الا كنا قلت لي بلاش من التحليل قال لي قال لي خلصناه شنو؟ ايوا واخا خلصناه شنو ندير ما قديش لا خلصنا لا لازم تسوي تحليل قالك الدكتور لازم تسوي انت عم تتعبي مع الدكتور لازم تسوي اللي بيقول لك عليه. وحبايبي انا رجعت للدار سالينا وقالت هذيك. المهم وصلنا للدار حتى ديك الوحده عاد وصلت للدار مهند مسكين عيطوا عليه الخدمه مشى يخدم الله يسهل عليه. انا جيت حطيت راسي بغيت يتزقع لي ديك الدوخه شويه حطيت راسي تكيت واحد شويه دابا عاد فقت شربت اعتقت راسي بواحد الكاس ديال الحليب وواحد جوج تمرات. انا كنشرب الحليب والتمر عاد كنحس براسي اوكي وهي هذيك قادره نوقف ونتحرك وهذا باش نقدر ندير بغيت نصاوب شويه الغداء. وباليت بعدا كي ما صورتش لكم انا راه باليت بالحمام فركت ودرت لي واحد الغسله غسلته مزيان وصيقت الكوزينه ومسحت صيقت شويه هنايا وطرفت. المهم مهند كيقول لي يا سيري قلت سير ارتاحي ولكن راه ما كيعرفوش رجال ان العيلات هادشي اللي كنديروه من ضمن الراحه. يعني ملي نحس حسيت براسي شويه مزيان ملي شربت الحليب قلت غنضرب لي بواحد الصيقه الحمام. المهم ما عرفتش راه كيشعشع حكيت كله. هي كتقول لي الوالده
اهم حاجه مني تسيق بنيتي القناه 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 القناه. حنا ضروري العائله نديروا الماء يدور بالحواشي باش مني كتشوف الدنيا كتحس بها مصيقه. المهم انا ندوز انت دابا الغدا. قلت غنطيب الغدا، اش غندير طيب الغدا؟ قلت غنطيب محبوبه الجماعه، راك تعرفوها محبوبه الجماعه شنو هي. بطاطا بالزيتون، نحطها في صيله تتقلى شويه، نقلو معاهم حطيت له طيريه، واحد شويه سكين كبير، شويه البزار، شويه الخرقوم مليحه، واحد شويه الثومه، واحد الضرب ديال الثوم اللي خليته تعقد شويه، ديك البصيله باش نزيد عليه شويه الماء سخون دابا ما طيب باش نروي بيه. وعاد نلوح بطاطا، راكم عارف انه البطاطا والزيتون الزيتون الحامض مصير حتى الاخر، باش الماء يسخن حمايا. هو الزيتون والحامض مصير، شويه الربيع اللي غنزين بيه في الاخر. هنا البطاطا خلي غير الدجاج يطيب شويه، حيت مع صعص الدجاج اخر مره جاب لي واحد الدجاج ما كيطيبش بالزربه، دخل واحد شويه طيب وعاد نلوح البطاطا وداكشي. الله على راحه، الله 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 كليز. دابا شوفوا مني كتجلسوا، والله العظيم تا ما كذبش اللي قال العيالات الشقه لا كان الدار نظيفه من ضمن الراحه النفسيه ديال المراه. لا كانت الدار نظيفه ولا كانت الدار مسخره، المراه واخا تكون عيانه كتزيد مرض على مرض. والحمد لله الله يعطي كل المراه ربت بيت وكتصهر على وليداتها وراجلها الله يعطيها صحيحتها. كنشوفوا ان عيالات مساكن كيكونوا متقلات وهادي، وهذا المسؤوليه ديال العائله، وهذا المسؤوليه ديال الوليدات كيمشيو للمدرسه، وهذا المسؤوليه ديال بزاف ديال الحوايج ديال الراجل اللي ما كيكونش معاون للمراه. والله الله يحسن في العون، الله يحسن في العون، الله يحسن في العون، الله يحسن العوان، بدكم الله يحسن العون. وراه هي هذيك الله يحسن العوان. والله العظيم كنشوف شي عيالات كنقول كيفاش مسكينه كتصيفط الوليدات للمدرسه الصباح، وكيفاش كتفطر هذا الراجل، وكيفاش والله العيالات حنايا يعني محاربات. والحمد لله الحمد لله على كل حال. كما قلت لكم راني مني مسالي انا الغدا دابا من كيطيب في كل بوطه تما، وعندي الحمام نظيف كلشي نظيف. انا دابا ثلاث تكيت، مابقاش ليا داكشي ديال زن 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 زن، حيت انا كنت متكيه وكيوزوز ليا شي حاجه في راسي كيقول لي ويلي الدنيا كلها مقلوبه، الغدا ما طايبش، هذا سبحان الله ما كتهنيت كتسالي كلشي. والمهم بغيت نكتش بغا نقول لكم نسيت حبايبي، التحاليل اللي درت قال لنا النتيجه ما طلعش حتى لبعد غدا، وعاد جي عند الدكتور باش تشوفي النتائج ديال التحاليل وان شاء الله خير. وبالنسبه للبنات اللي كيسولونا عاوتاني كنلقى بزاف ديال التعاليق. نواره قول لنا اين شهر انت دابا حبايبي؟ انا دابا في الاخر ديال الشهر السادس، بقى لي اسبوع ان شاء الله وندخل الشهر السابع. دعيو معايا يتمم لي الله بخير وعلى خير ما تبقى من الحمل، ويهون عليا وعلى كل حامل، والله يرزق كل واحد كيتمنى شي حاجه من سواء الدريه الصالحه او غير الذريه، اي واحد كيتمنى شي حاجه في حياته ان شاء الله تحقق ليه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. عطات ريحه المريقه، والله الا عطات ان شاء الله. المهم درت القياس ديالي انا وراجلي، راكم تعرفوا معناش شي حد. بسم الله البيضه المريقه صافي طابت، البطاطا دخلها الطياب، والدجاج هو نزيد شويه الزيتون على الفوق، الحامض المسير، عندك شويه الربيع، الله عليه ريحه يا اختي. ايوا هاو الغديوه ديالنا جاهزه، الغدا وجد. انا دابا نعيط على مهند باش نجي نتغداو، نشوفوا السهل ولا داكشي باش نتغداو مجموع. المهم غنمشي نرجع نتكع عاوتاني الناس، حيت مورا الغدا ما عندي ما يدار، ونيت النهار مشى راك تعرفوا جينا حتى لوحده وهذا من برا النهار مشى. المهم حبايبي هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون خفيف وظريف على القلب كيف العاده، وتسنونا في فيديو قادم باذن الله، ومع السلامه.